هيا بنا لنبدأ لنعيش في بيت النبوة، لنعيش مع بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، سيدتنا اليوم في هذا المجلس المبارك، في هذه الدقائق المعدودة التي نلتقي بأحبتنا ومشاهدينا الكرام بها، هي رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. رقية أمها هي الطاهرة، أمها الوفية، سيدة الوفاء خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. يقولون أنها هي أشبه بها من ناحية الوجه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبوها وهو النبي عليه الصلاة والسلام، هي ثاني بنات النبي صلى الله عليه وسلم. زينب رضي الله تعالى عنها التي تكلمنا عنها هي الكبرى، ثم تأتي من بعدها رقية رضي الله تعالى عنها. رقية أسلمت مع أمها خديجة رضي الله عنهم وأرضاهم. رقية عندها قصة عظيمة، إن شاء الله نبدأ نحكي على رقية وصبرها ووفائها. جاء عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب مع وفد من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا له: يا محمد، أنت زوجت زينب لوليد خالتها، فلعمومتك عندك حق عليهم. فجاءوا يطلبوا زواج رقية وأم كلثوم. لمن؟ تخيلوا، لأبناء أبي لهب. ومن أمهم؟ أم جميل حمالة الحطب، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حطوه في موقف حرج، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم كلثوم ورقية يزوجوا عتبة وعتيبة. فبدأت قصتنا من هذه الدقيقة، يعني نبدأ القصة تاعنا نحكيه. فأمهم أم جميل هذه حمالة الحطب المعروفة بثلاث صفات: مرأة هذه شرذيرة، شر التي آذت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأم جميل أول شيء تتصف عندها قسوة القلب، سليطة اللسان، لسانها سليط، كذلك عندها شر المعاشرة، يعني ما تتعاشرش نهائيا. فرقية صبرت على إذاية هذه المرأة الشرذيرة، أشر الإذاية. تخيلوا، هي بنت خديجة رضي الله تعالى عنها، هي بنت الصالحة الطاهرة، ثم تخرج من هذا البيت إلى بيت شر وعداوة. فكل المعاملات التي كانت تتلقاها رقية رضي الله تعالى عنها، تخيلوا عمرها ولا اشتكت لأمها، أو عمرها أنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم. أول موقف، أول أدب نتعلموه اليوم يا بناتنا ويا أخواتي، لما تكوني متزوجة، تكوني في حياتك الزوجية وبديتي حياتك، مش الأصل عليك دائما تنقلي همك ومشاكلك لوالديك، بل قالوا أهل العلم أنه من تمام البر أنك ما تحكيش همومك لوالديك. فرقية رضي الله تعالى عنها وأختها أم كلثوم كانت تعاملهم هذه أم جميل حمالة الحطب زوجة أبو لهب شر المعاملة. تخيلوا شر المعاملة، امرأة شرذيرة حقودة عدوة، وفوق هذا كامل تغير من خديجة رضي الله تعالى عنهم، لأنها هي من قريش وهذه من قريش وهذه من سادة قريش وهذه من سادة قريش. فخديجة أعلاها مرتبة رضي الله تعالى عنها، أمنا الطاهرة العفيفة الوفية سيدة الوفاء.